تخاصمت الدول في السياسة الإقليمية والدولية وتوحدت على ضرورة عودة الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي. فبعدما استقبل الرئيس الحريري صباحا السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون في لقاء استمر 45 دقيقة وصفته بالممتاز، ونقلت رغبة إدارتها في مشاركة الحريري في عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الاستقرار السياسي، لفت موقف السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي أكد ضرورة عودته ولعب دوره. موسكو مفتوحة لكل الأطراف للمجتمع اللبناني، وموسكو دور الموسكو وموقف الموسكو تجاه الأزمة اللبنانية كمان واضحة جدا. يعني نحن نرحب ونشوف وسوف ننادي للحل وإيجاد الحل للبنان كجمهورية مستقلة ذات السيادة. ومن اللجنة الخماسية حضر كل من السفيرين الفرنسي والمصري. لديه أفكار كثيرة، لديه ارتباط بلبنان حتى وهو في خارج لبنان، وكانت فرصة أن أنا استمع منه عن تقييمه للمرحلة ورؤيته إلى ما هو قادم من أيام. ومن اللقاءات السياسية حضر نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي والنائب ألا عون الذي أكد أن التيار الوطني الحر مع عودة الحريري إلى الحياة السياسية، وإعادة التأكيد على أهمية ورغبتنا أكيد في عودته، خاصة بعد يعني الاستنتاج اللي كل اللبنانيين عملوه بهالسنتين حول الفراغ اللي حاصل والخلل على صعيد المعادلة الوطنية، واللي عم نشوفه بظل الأفق المقفل على المستوى السياسي. أؤكد بالاستنتاج أن الرئيس الحريري هو هذه الزعامة السنية التي ستعود لتلعب الدور القيادي والريادي في عملية الشراكة الوطنية لإعادة بناء دستور الطائف نصا وروحا، ولإعادة إنتاج السلم الأهلي والتآخي الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية. هذا والتقى الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مترئسا وفدا كبيرا من المفتين والقضاة والمجلس الشرعي ومن كل لبنان. وقال المفتي خلال اللقاء: الأمين والوريث الوحيد على هذه المسيرة وهذا الإرث هو الرئيس سعد الحريري، وسعد الحريري فقط لا غير. وختم دريان: أقولها بصراحة، لا حياة سياسية في هذا البلد من دون بيت الوسط ومن دون الرئيس سعد الحريري.